اعتبرها كارثه حقيقي. الحمد لله وستر ربنا ما فيش فيها ضحايا، انما ان يكون هناك طريق وكوبري وعليه الاعمال الهندسيه دي كلها ويتم انهياره وبهذا الشكل اللي حضراتكم هتشوفوه في الصور، هذا موقف بالغ الخطوره. واحنا كنقابه مهندسين لابد ان نعتبر انه كارثه بحق وحقيقه. الاعمال اللي تمت والاعمال اللي هي اتغيرت علشان يتم تنفيذ هذا الكوبري، كل دي مشكله كبيره جدا. ايضا وده شيء بالغ الاهميه ان الدوله تكون متابعه مثل هذا المشروع بهذه الجديه ثم تكون هذه هي النتيجه. هذا امر كان لابد ان يكون لنقابه المهندسين موقف فيه.